السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لجميع التعاليق اللي كانت في حق أي فيديو حطيته على منتجات هذه الشركة، ولي كومونتير اللي شجعوني أكثر أنني نعطي أكثر ونعطي كل منتج حقه والفعالية دياله والتخصص دياله فيما يخص الكتالوج. الناس اللي كيسولوا انهم عجبتهم المنتجات وبغاو يقتنيوها لنفسهم وباقي ما عندهمش فكره على ماي واي، معلم الا يتواصلوا معايا في الرقم اللي منزل على اسفل الشاشه. هذا هكا نشرح لكم اكثر ونوضح لكم اكثر مميزات العضويه في ماي واي وفوائد الانخراط فيها كفرصه عمل او كزياده الدخل او كمنتجات او متطلبات شخصيه اللي بغى يقتنيها نفسه بثمن الجمله وليس بثمن الكتالوج، اللي كتوصلك حتى للدار عن طريق سياره ماي واي او عن طريق الامانه في جميع انحاء المغرب. انا بركه الله اليوم غنتكلموا على واحد المنتج بسيط والشكل ديالو يعني ما كبيرش بزاف، ولكن فعاليه ديالته مبهره واللي بهرتني وبهرت كثير من الزبائن ديالي او العائله ديالتي، وهو هذا مزيل العرق الكريهه من كتالوج ماي واي. اليوم غادي نهضر لكم على طريقه الاستعمال ديال هذا المنتج والفعاليه ديالته حتى الاثمنه ديالته المناسبه وليس بالثمن الغالي او ثمن رهيب، وانما هو ثمن في متناول الجميع وبسيط كيساوي 22 درهم حتى 17 درهم في كتالوج ملي كيكون عندكم الكود، يعني كتوليو تخرجوا بقل من هذا الثمن بخصم 25%. على اي بالنسبه لهذا المنتج هو خاصيه ديالته وهو ازاله رائحه العرق الكريهه اللي كتحرج بزاف الناس، ولو كيستحموا 3 مرات في اليوم ولكن ان فوا كيتستحموا ما كدوش واحد دقيقه ولا جوج كترجع لهم ديك العرق الرائحه الكريهه. هذا ناتج عن الجراثيم المسببه لذلك الرائحه، يعني هاد الكريمات اللي هي عباره عن كريمات ديال ماي واي متعدده النكهات، يعني كاين ديال ياغورت، كاين ديال المسك، كاين ديال لافندر، كاين ديال العود، كاين ديال الحامض، كاين ديال العنبر، كاين ديال الياغورت والعسل، يعني هناك نكهات متعدده من هذا المنتوج. هو عباره عن كريم، نعود نرجعوا الخاصيه ديالته نذكروا به، وهو انه يوزع بالتساوي تحت الابط حتى كيدخل المسام ديال الابط، يعني ما كيسببش انه كيخنق المسام ما كيخليش العرق يخرج، لا هو كيخلي العرق يخرج بشكل امن باش ما يسببش لنا هذاك بعد العدوى الجلديه، بالعكس هذا كيتابسورب مزيان وسريع الامتصاص وكيخلي المسام مفتوحين فين كيخرج العرق بشكل عادي، وفي نفس الوقت كيعمل على امتصاص الرائحه الكريهه. يستعمل مره في كل يوم بعد قبل ارتداء الملابس، ما كيخليش واحد لا تخاص في الملابس، كيدوم لمده 24 ساعه وحنا ما كنشمو حتى شي ريحه اللي كانت كتحرج اي واحد، يعني هو ما كيف كنقولوا كريم عادي، وكيخلي كل منهم كيعمل حتى على تبييض تحت الاب، منهم سبرينغ ديال الحامض اللي عندي نازل هنا في الكتالوج وسبرينغ، لان كنعرفوا حنا فوائد الحامض كتعمل على التبييض، كذلك هناك سبرينغ ديال الياغورت مستخلص من الزبادي فقط حتى هو كيعمل على تبييض المنطقه تحت الاب وفي نفس الوقت على امتصاص الرائحه الكريهه. هذه اللي كنحليت لكم غنوريكم الشكل ديالها، كيكون في واحد لا غارونتي دابا انا حيت فتحتها كتحفظ يعني المنتوج. هذا هو الشكل ديالو سريع الامتصاص، يعني كندهنوه غير بشويه حتى كنحسو بانه ابسوربا لابو ديالنا، ما كيسدش المسام فقط ينبعث على ازاله رائحه العرق الكريهه. هذا هو الشكل ديال لافاندا، دابا انا حليته رائحه الخزامه، يعني ما شاء الله
جوج في واحد كنقولوا حنا كيمتصاص رائحه كريهه وفي نفس الوقت عطاني نكهه الخزامه اللي كنستحسنوها بزاف الناس. كاين الناس اللي كيعجبهم رائحه المسك مثلا، الا فتحت لكم هذه في نفس الوقت نفس الفعاليه، يعني مزيل العرق سبرينغ بالمسك الابيض كتعطي حتى هو رائحه المسك. كاين الناس اللي عزيزه من العطور الشرقيه حتى هو الشكل هذا كيستعملوه الرجال بزاف خصوصا كيكونوا غادي للمساجد. مرحبا برحمته يا ربي امين. نشعل ايام كيف كانت. هذا عطى رائحه المسك، وانك معطره بالمسك، يعني فما بالك ديرها تحت الابط انسان يكون غيصادي الملابس ديالو خصوصا في يوم الجمعه. هذا ما فيه حتى شي ريحه، فقط كريم عادي، هو حتى هو سريع الامتصاص، يعني نفس لا تيكستور كتبقى غير النكهات اللي مختلفه من نكهه لنكهه. كاين اللي فيه رائحه العود، رائحه الحامض ما كايناش، وهذه رائحه الياغورت ما كايناش. انت كتشوفوا درت وحده في طبقه فوق طبقه وبقات دغيا الكريم كيتابسوربا في لابو. هذا هو طريقه الاستعمال ديالو، يعني يوزع بالتساوي تحت الابط ويستعمل مره في اليوم، يعني كيدوم 24 ساعه، يساعد على ازاله الرائحه الكريهه، وفي نفس الوقت لا يسبب حرجا في امتصاص في خروج العرق، يعني كيخلي المسام مفتوحين في كيخرج العرق. كنظن ان الفائده عمت بالنسبه لهذا المنتوج اللي هو مهم بالنسبه لنا حنا كاملين، لاننا كنا تقريبا كنبغيو نحسوا بنفسنا مرتاحين وحنا جالسين مع الناس، وحتى مع نفسك كتبغي تحس براسك بانك ما عندكش مشكل مع هذه الرائحه اللي كتسبب الحرج بزاف الناس. اللي غتشوفوا هنا دائما في منتوجات ماي واي، هنا دائما كنذكروا تاريخ الانتاج ومع 3 سنوات للصلاحيه ديال المنتج من بعد الانتاج، و طابع ديال وزاره الصحه العموميه ديال مصر ملي عطات لوتوريزاسيون هذا المنتوج باش يخرج. وعد كذلك بعد الفتح سنه، يعني هذا كيتبريما. هذا هو طريقه، يعني كل شيء امن، ما فيه حتى شي ضرر على اي واحد، فقط نحاولوا ما امكن نقتنيوه باش نتهناو من ديك الرائحه الكريهه سورتو في ايام الصيف، ولا بنادم كيمشي ليسار قاعه الرياضه، اولا كيكون جالس في اجتماعات، ولا كيكون عنده ندوات، ولا كيكون عنده، يعني هذا يزيل الحرج وهو يخليك تثيق في نفسك اكثر. شكله صغير ولكن نتيجته اكبر من الحجم ديالو والثمن ديالو. شكرا ماي واي على هاد سبرينغ اللي لقى استحسان بزاف الناس وساعد بزاف الناس باش يتخلصوا من هاد الرائحه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. رقمي على اسفل الشاشه اللي بغى يقتني ويتسجل ويوصل حتى لدارو اي منتج ماي واي، ما عليه الا ينخاطر يخلق لنفسه واحد كود عضويه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.